اعوذ بالله من الشيطان. هالخزان اللي يشغلنا شغله. اي والله لكن هذا خطا. اي والله والدنيا دروس وتجارب. لكن رجعنا الخزان اخر شيء يا عبيت ما شغل. ما يثبت، لازم اوسط الخزان من السطح هذا. اي والله الحين بروح طال عمركم، جار لنا عنده حدة بقصها وبقدمها هنا وبحط الخزان بالنص. اي والله عشان يثبت ما ينتسف الورق. اي والله وبسم الله توكلنا على الله. والله يا طويل العمر شغلتنا هذه شغله لازم يكون واحد فيها مفتح عيونه وحذر، ولا اروح بخرائطها زي العادة زي العادة زي كل مرة. لا لا خبرك عتيق من اخوك اول هذا كو. هلا بالعشير شغلنا كالفيداء يا ذول. هو تسمعون يقول انا فتلت وفتلت وشنو هذا بس انا فتلها شوف. هذا يقول كثر ما قلت ابي اسوي شيء. اي والله اي والله اكرب هذا عمرك على اثنين وانت مو تقضي هالسالفه كلها. يا اخي اقول من النوم تخبر الناس انهم شوشه. اي انا لا شوشه ولا شوشه. نكسات للمرة. اي غرب منك. يا حبيبي انت شنباتك. ها فقدتنا عقبها. اي ما فقدتك. ها. والله جانا قداد. ليه؟ شنو؟ هالعثمانية. عثمانية. ثقلت علي. وش هذي قد بركت عاد سبي. هي هذه اللي ما تجوع تصلح. هذه تصلح الشديد يا رجل. والله انك صار. والله ابدا تصوم. انا ادري ايش بغيت تسوي عقبك. ها. بغيت اسوي البيضة ومبصلة. كل هذول اخلطهم مع بعضهم. سندويش اكلها انت بالنهايه مخلوطات بالبطن. يا ابن الحلال ايش جاب عملك العملي يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. هذه من الزين. والله جملناك بالتصوير. من الزين من الزين من الزين من الزين من الزين. اي نشا شوف 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 شوف. ها رعط ويراه. هلا هلا يلا حيو. يا ولد زال بن فحمه شنو والله ايش بلاك وين انت غاطس؟ والله لقيتهم. ايوه نرجع الموضوع. انا شو ندخل علينا هداب وهجيت الله لا يبلى. وين انت غاطس يا اخي؟ والله لقيت تمر. اه ما تلقيت نخل؟ لا والله لقيت تمر. هو التمر بسر احمر ولا بسر اصفر؟ والله اصفر. الله يا الخبيب والله اني من سلمت عليك مش ماني مر هذا ريحه دخل. الله يجزاك خير. الله يعافي ابليسك يا احمد. ذاني من الخرعه غدا طوله واحد مثل البس لك. اي والله ليه هاللون تعب. والله يا ولد ليه هاللون ما طوله واحد تله. اي والله تليته مش وين يا ما تشقق جنوبي ذي صاجات والله صدق مثل حمايه السياره. والله طلعت ارسلوا لك الاذن كذا تعدل. ويري والله ارسل لي المقطع ابي انزل بها. اقعد الحيه. لا ادخل على الله يا رجل انا يا الله فحمان العن. اي والله رجل يا رجل استغفر الله يا رب. داب هذا داب 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 غدي رجل عند داب. رجل غدي رجل عند رجال ما عند داب. لا يعني صدق والله ما انت معنا. لا والله والله انك صراحه هاك الليله ونستنا يا بعد حي. اي والله والله مو تفرك يديك وش بالك متوتر يا اخي. مداني احد يمدحنست والله.